Hi everybody, welcome back to English class 9th grade on Rawafid channel. Today I'm going to start with unit 10 B1 which title is Wildlife in Danger. اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء من جديد عبر قناه روافد التعليميه ودرس جديد من دروس اللغه الانجليزيه لطلاب الصف التاسع الاساسي. سنبدا اليوم بالوحده العاشره والدرس الاول وهو بعنوان الحياه البريه في خطر Wildlife in Danger. What does mean wildlife in danger? wildlife means الحياه البريه إن في دينجر الخطر يعني الحياه البريه في خطر ايش مقصود بالحياه البريه اللي هي المناطق الخضراء بما تشمل من غابات او مسطحات مائيه من بحار ومحيطات طيب الدينجر اللي هو الخطر ايش مقصود كيف الخطر بيكون ممكن يكون هو نتيجه البلوشن تلوث نتيجه موت للكائنات الحيه او القاء المخلفات البلاستيكيه والمخلفات النفط في المياه بيؤدي إلى موت الكائنات الحية من أسماك وما شابه. أعزائي الطلاب زي ما إحنا شايفين أمامنا في أمامنا صورة بدنا نعمل عليها ريفرشمنت يعني نشوف إيش المقصود فيها الصورة هاي. وات إز ذس؟ زي ما أنت شايف إيش هي هذه الصورة؟ Do you like it؟ أنت بتحب الموجود في الصورة هذه؟ أكيد الصورة هاي إتس أ بليت أوف فيش طبق من السمك. إز إت هيلثي فود؟ هل هذا الطعام طعام صحي؟ أكيد إتس هيلثي. and it's yummy delicious لذيذ ورائع okay all of us like it now listen and repeat the following words خلينا في البدايه نستمع ونتعرف الى الكلمات الجديده خلينا نستمع الى الماده الصوتيه ومن ثم نعيد قراءتهم من جديد مع المعاني الخاصه بهم نستمع معا الى الكلمات unit 10 period 1 activity 1 come down go up joke keep go on population pound price section supermarket tuna okay now after listening to these words بعد ما استمعنا للكلمات الجديدة نقراهم كمان مرة ونتعرف على المعاني باللغة العربية فيهم. الكلمة الأولى calm down. calm down means fall يهبط أو يقل يتناقص. keep keep gone gone means يستمر يتواصل. another meaning continue معنى آخر ممكن إلها تكون continue بمعنى يستمر. price price سعر أو ثمن go up go up ال opposite من fall go up another meaning معنى آخر إلها rise rise بمعنى يرتفع الشيء بزيد population population means عدد السكان عدد السكان section 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 another meaning معنى آخر إلها part part means قسم أو جزء يعني قسم جزء في سوبر ماركت في محل في مكان ما جوك جوك بمعنى يمزح لاحظ عندي بين قوسين انا في حرف ال -V. حرف ال -V اختصار زي ما حكينا قبل اختصار لكلمه فيرب يعني الكلمه جوك نوعها هاي فعل يمزح باوند 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 معناتها جنيه عملة تستعمل في بريطانيا في ايرلندا العملة الجنيه نقول عنه الجنيه الاسترليني سوبر ماركت سوبر ماركت سوق مركز سوق كبير تونا تونا معناتها سمكة التونة سمكة التونة نوع من أنواع السمك المشهور أوكي والآن في أمامنا صورة بدنا نطلع على الصورة ونعمل دسكشن ونحاول to ميك ديسكريبشن نعمل وصف للصورة بلغتنا البسيطة أو نحاول نستخدم الكلمات اللي مرن معانا لأنه في نهاية الدرس كمان حنعمل تمرين exercise عنا على الكلمات اللي قرأناها واستمعنا إلهم أول مرة خلينا نشوف الصورة اللي إحنا أمامنا نشوفهم عندي look at the picture on the next page describe it بدي أطلع أنا على الصورة وأوصف الصورة اللي عندي what can you see سؤال بسيط ماذا ترى في هذه الصورة I can see a boy and a woman. انا شايف رجل ولد وامرأه. What else? ايش كمان؟ Try to guess. حاول تخمن معايا ايش في في الصوره؟ I can see another man. في كمان رجل اخر who seems to be an assistant اللي هو يبدو انه هو ايش؟ assistant يعني مساعد او بائع في محل او في سوبر ماركت. I can see a group of fish مجموعة من السمك different types of fish طب what do you think where are they وين هم وين ممكن هدول حيكونوا are they at school هل حيكونوا في المدرسة of course they are not are they at a restaurant في المطعم of course they are not they are at a supermarket هم موجودين في سوبر ماركت طب can you remember who is this boy can تقدر انت تتذكر مين هذا الولد او والامراه اللي معه؟ اكيد حيكون وليد اند هيز ماذر وليد القديري وامه. هذول اللي اخذنا عنهم في دروس سابقه الان معانا في الدرس الجديد هم الشخصيات هي هي. طيب نمبر 1 في عندي الان اربع جمل بدي احاول انا اوصلهم وازاوج بينهم عشان يصير عندي كوركت مينينج معنى صحيح وجمله صحيحه تتناسب مع الصوره الامامي. نمبر 1 the boy near the woman near يعني بالقرب الولد اللي جنب امه ايش ماله looks like looks like looks هنا يعني نخلي بالنا مع... معناها ليس ينظر هنا يعني بمعنى سيم يبدو الولد هذا اللي جنب امه يبدو ايش ماله looks like وليد القدير زي اسمه وليد القدير اللي تكلمنا عنه number two the woman المرأة اللي بنقصد فيها أمه ولا وليد إيش مالها؟ is probably من المحتمل وليد's mother Mrs. قدير أكيد من المحتمل أنها تكون أم وليد number three she seems she seems الشي الآن بتعود على مين على أمه ولا وليد القدير she seems to be shopping إيش بيعملوا هم الآن زي ما تكلمنا إحنا أنه هم في السوبر ماركت أكيد بيعملوا she seems to be shopping قاعدة بتعمل shopping يعني تسوق بتتسوق Number three uh, she seems to be shopping for fish. طيب إيش بتتسوق؟ زي ما إحنا شايفين في الصورة في قسم الأسماك بتتسوق بتشتري شوية سمك. Number four the man in the hat is dressed is dressed يعني لابس الزلم يرتدي إيش بيلبس؟ like a shop assistant. الراجل لابسة القبعة هاي يبدو وكأنه مساعد أو بائع في هذا المحل. Number four the man in the hat is dressed like a shop assistant ببيع في المحل الاسماك. اوكي okay. after describing the picture بعد ما وصفنا وتكلمنا عن الصورة نيجي للاكسرسايز نمبر 3 listen and answer the questions في عندي حوار وعلى الحوار في عندي مجموعة أسئلة في عندي 3 questions ثلاث أسئلة السؤال الأول what was Mr. قدير trying to buy what بمعنى ما أو ماذا؟ إيش بتحاول أم لوليد القدير trying to buy buy بمعنى يشتري إيش بتحاول هي تشتري حنشوف الآن هذه الأجوبة بعد ما نقرأ النص نرجع للأسئلة ونحلهم كمان مرة number two what was the problem for her what was the problem for her ما هي المشكلة كانت لها إيش المشكلة واجهتها أثناء عملية الشوبينج أو شراء السمك number three why why معناتها لماذا بتسأل عن السبب Why is this happening? لماذا كل هذا يحصل؟ إيش هو اللي بيحصل يا ترى؟ إيش اللي صار معاها؟ حنعرف بعد ما نقرأ الدرس. والآن أعزائي الطلاب بعد أن قمنا بوصف الصورة واستمعنا إلى الأسئلة الآن سنستمع إلى المحادثة بين أم وليد وليد's mother and the assistants at the supermarket والبائع في السوبر ماركت كيف صارت عملية التسوق مع أمه لوليد ووليد والبائع خلونا نستمع Unit 10, Period 1. Activities 3 and 4. Mrs. Kadiri and Walid were shopping at the fish section in a big supermarket. How much is the tuna, please? It's 25 pounds a kilo. 25 pounds? You're joking. No, seriously. That's the price. It's the finest fish that you can buy. But £25 is more than the most expensive meat. Your prices keep going up and up. I'm sorry, but we're paying more and more. So our prices to you have to rise too. So why is it happening? It's because too many fish are being caught, Mum. I'm learning all this at school. Tell me more. Well, all the adult fish are being caught, so young ones aren't being produced. And that means fish populations everywhere have been falling for years. That sounds terrible. Is anything being done about it? Yes, something is being done. In Europe, people are being stopped from catching too many fish now. They're being stopped by the government, and they aren't allowed to go out in their boats as much as they used to. So, does that mean there will be more fish again in future? We hope there will. In the end, if not, I'll lose my job. And will your prices come down? We certainly hope they will. Well, I'm very sorry, but until then, we'll have to go somewhere else and buy something cheaper. Come on, Waleed, let's go. Okay. Well, now after we listened to the conversation between Am Waleed and the seller in the supermarket, we'll read the text again and we'll analyze ونعمل عملية find the words and the phrases from activity one في عنا كلمات وعبارات مرت معانا في الدرس أو في النشاط الأول إحنا راح نعمل عليها عملية الـ underline نحط تحت خط أو دائرة ونميزها اللي مرت معنا في النشاط الأول ونحلل شوية في النص اللي استمعنا إلو نقرأ مع بعض النص من أول Mrs. قدير and وليد were shopping at the section. in a big supermarket ام وليد ومسز قديري بيعملوا شوبينج وين في السوبر ماركت سوبر ماركت بيج يعني زي مول كبير او سوق مركز كبير الان بدور حوار بين مسز قديري اند اسيستنت مسز قديري هاو ماتش از the بليز تسال سؤال بتقول له هاو ماتش خلي بالنا انه هاو ماتش للسؤال عن ايش عن البرايس عن السعر لما بدي أسأل عن سعر بقول هاو ماتش از وبتكلم الشغلة اللي بدي اياها بليز من فضلك، قديش السعر؟ الآن الأسستنت حيجاوبها اتس 25 باوندز الكيلو. قال لها الكيلو ب 25 جنيه. مسز قديري 25 باوندز يو ار جوكنج. أنت بتمزح مستحيل يكون 25 جنيه للكيلو. نو no, سيريسلي. برد عليها البيع بقول لها أكيد ما فيش فيها مزح بجد. that is the price it's the finest fish that you can buy افضل وانظف سمك ممكن انت تلاقيه وافضل سعر بس قديره but 25 pounds is more than the most expensive meat 25 25 جنيه هذا اكثر سعر فاحش expensive غالي كثير Your prices keep going up and up، بتقول أسعار كل ما بها عندك أنت كل ما بها إيش وبتطلع. لو لاحظنا إحنا هانا نشوف في السكشن اللي قرأناه، المقطع اللي قرأناه بنلاحظ في عندنا شوية كلمات. خليكم معايا مركزين، إيش في كلمات مرت معانا إحنا في الكلمات اللي قرأناهم في أول نشاط؟ زي ما إحنا شايفين عندنا كلمة سكشن مقطع. عندنا السوبر ماركت اللي هي السوق المركزي أو تونا سمكة التونا باوندز. joking price going up هاي كلمات مرت معانا في الجزء في جزء قراءة الكلمات وإحنا حاطين عليهم باللون الأحمر وبالخط عشان نميزهم عن باقي الكلمات. أوكي. Okay. Assistant I'm sorry. الأستاذ أنا آسف. But we are paying more and more. إحنا بندفع كثير. So our prices, prices الأسعار to you have to rise. طالما نحن بندفع يبقى الاسعار لازم تزيد عليكم مس قديري سو so وايز is ات هابينج مس قديري ام وليد الان مستغربه او زعلانه انه الاسعار بتطلع بتقول ايش اللي بصير إيه ليش هذا كله بصير وليد الان بتدخل مين وليد حيقول لها it is because too many fish are being caught قالها يا امي انه بسبب انه في صيد كثير للاسماك بتم اصطيادها I'm learning at this all this at school قال أنا عرفت الشغلة هاي وتعلمتها وين؟ من خلال المدرسة. الآن الأم بترد عليه باستغراب بتقول له مي مور أخبرني بتعرفش حاجة أمه لوليد عن الأسعار ولا عن إيش اللي بيصير من حولها. وليد الآن بضيف لها شوية معلومة بقولها ويل well, حسناً all the adults fish كل الأسماك الأسماك الكبيرة هاي are being caught السمك الكبير احنا بنصيد وبتم اصطياده سو يانج وانز فبالتالي الاسماك الصغيره are not being produced فبالتالي ما بيس ما بيصير عمليه تكاثر وانتاج للاسماك صغير اسماك جديده لانه الكبير انصاد وخلص and that means fish population وهذا يعني انه اعداد الاسماك الفيش بابيوليشن everywhere في كل مكان have been falling for years لانها بتقل الاعداد هذه الاسماك مسز قديري That sounds terrible يا الهي هذا يبدو مرعب او مثير خلي بالكم في عندنا كلمه ساوندز ساوندز هنا از ا فيرب فعل ما معنى صوت هنا بمعنى يبدو انه هذا الامر مبين مثير او مرعب Is anything being done about it? Is هنا كمان أداة سؤال وإحنا بنقرأ لازم نعرف هل تم أو اتخذ أو إجراء أو أي نشاط حيال هذا الأمر أنه صيد الأسماك الكبيرة أو عشان الأسعار بترتفع إن صار إشي الأسستنت الآن بتدخل وليد الآن بسمع ياس قال أكيد something is done في شيء ما تم وين بالضبط in Europe Europe اللي هي في أوروبا قارة أوروبا people are being stopped from catching too many fish now قالها الناس تم إيقافهم من صيد الاسماك الكبيره الان they are being stopped by the government وتم ايقافهم او منحهم by مين؟ مين اللي بوقفهم؟ الـ government، the government اللي هي الحكومه and they are not allowed وهم مش مسموح لهم to go out on their boats مش مسموح لهم يعني يقطعوا مسافات ويروحوا كتير في القوارب بتاعتهم as much as they used to زي ما كانوا زمان متعودين على هذا الامر Mrs. قديري so Does that mean there will be more fish again in the future? الآن بتسأل بتقولهم طب إن شاء الله في المستقبل in the future نتيجة هذا الإجراء راح يكون في عنا أسماك أو سمك متوفر يعني بتقصد إنه السعر ممكن يقل Assistant بقولها we hope there will be نحن نتمنى أن يكون ذلك in the end في نهاية هذه الإجراءات كلها بنتمنى يصير If not لا سمح الله إن ما صارش إيش حيصير في Assistant؟ I will lose my job إن ما صار الشيك أنا نفس البائع هنا في السوبر ماركت حفقد وظيفتي وعملي نتيجة هذا الأمر مسز قديرة And will your prices come down وهل يا ترى أسعار سوف كام داون تقل لو توفر السمك كام داون بتقل السعر يقل الاسيستنت ايش حيحكي لها؟ وي certainly هوب ذي ويل نحن نتمنى أو نتأمل أن ذلك يصبح أو يصير أو أنه يقل السعر يعني الاسستنت ما عنده إجابات واضحة كلها مجرد أمنيات بيستنوا في النتيجة تحت الإجراءات اللي تم اتخاذها ميسس قديري ويل طيب بعد هيك إيش نتيجة ونهاية الحوار بينها في السوبر ماركت وبين الاسستنت وبين وليد حتشتري ولا ما راح تشتري أمه لوليد وليد؟ له آم سوري للأسف أنا بعتذر منك But until then, حتى ذلك الحين, we will have to go somewhere else. هنروح اسمح لنا إحنا نغادر ونروح مكان تاني ليش? And buy something cheaper. ونشتري حاجة أرخص لأنه الأسعار عندك كلها أب وكلها too expensive وأنا مش عامل حساب. تروح مكان يكون السعر فيه أرخص. كم وليد هيا يا وليد let's go دعنا نذهب والآن أعزائي الطلاب دعونا نعود مرة أخرى إلى الأسئلة التي قرأناها قبل قراءة الدرس Listen and answer the questions إحنا عرفنا الجو الدرس وعرفنا كيف عملية الشوبينج اللي صارت في ثلاث أسئلة سهلين وحلوين وبسطين السؤال الأول إيش بيتكلم What was Miss to buy حسب الصورة وحسب قراءتنا للنص أم لوليد إيش كانت تحاول إنها تشتري She was trying to buy some tuna كانت حابة تشتري تونة ولكن هل اشترت في النهاية هي؟ Of course not because prices are too expensive لأن الأسعار كانت كلها عالية وغالية مش عاملة حسابها Number two What was the problem for her? أثناء عملية الشوبينج واجهت بروبلم مشكلة إيش هي المشكلة ترى هذه زي ما تكلمنا The tuna was very expensive سمكة التونة اللذيذة هاي إيش مالها؟ سعرها expensive غالي كتير Number three واي قلنا واي احنا بتسال عن شو؟ عن سبب. why is this happening؟ ليش بصير هيك؟ يعني ليش الاسعار بتزيد؟ اسعار السمك والتونه كلها غاليه؟ ما دام عندي السؤال ببدا بواي يبقى الجواب يفضل اني استخدم اول كلمه زي ما احنا شايفين because because fish لانه fish اعدادها ايش مال population are falling because fish population are falling اعداد الاسماك بتقل. والان اعزائي الطلاب بعد أن انتهينا من قراءة الدرس نعود مرة أخرى إلى الكلمات من خلال النشاط التالي Finish the following sentences with one of these words on the list عند list يعني قائمة فيها كلمات الكلمات اللي قرأناهم أول مرة في النشاط الأول قرأناهم واستمعنا إلهم دائما بنستمع وبنكرر هاي الكلمات عشان نحفظ نحفظهم ونطبقهم في أمثلة أو جمل زي ما احنا شايفين أمامنا الليست القائمة أول كلمة فيها تونا joking supermarket come down يقل bound bound يعني عملة الجنيه جو up يرتفع population اعداد او عدد السكان الان بدنا نقرا الجمله الاولى نمبر 1 the price of gold gold بمعنى الذهب سعر الذهب has space space عندي يعني فراغ in the last year انا بدي اعطيك مهله هيك ثواني وانت بتشاهد الدرس تحاول تفكر معنا وتحاول تلاقي الاجابه الصحيحه للسؤال الاول اوكي اذا الاجابه الصحيحه اكيد كانت كم داون اسعار الذهب ايش مالها كم داون نزلت في السنوات الاخيره ان شاء الله بيقل وبينزل السعر نمبر 2 ذا سبيس فراغ of Gaza Strip قطاع غزة is about 2 million حوالي 2 مليون في قطاع غزة فكر عزيز الطالب إيش الإجابة الصحيحة معايا هنا حتكون You are excellent The population عدد السكان في قطاع غزة تقريبا 2 مليون نسمة Number 3 Space في البداية فراغ Is my favorite fish السمك المفضل تبعي هاي جملة بسيطة وسهلة أكيد حتلاقي الإجابة على طول الجواب تاع السؤال الجواب الصحيح حيكون tuna is my favorite fish tuna هي السمك المفضل نمبر فور I am not I am أنا لا سبيس فراغ I am serious أنا بتكلم بجد أو أنا جاد نفكر سوا إيش الإجابة الصحيحة نعطي نفسنا مهلة نفكر ونطلع في اللست إيش الكلمة المناسبة للجملة هاي أوكي يو آر فيري سمارت رائع إذا الإجابة الصحيحة جوكنج I am not joking أنا لا أمزح I am serious أنا جاد Well done أحسنتم Number five What would you do If you won a million الجملة الخامسة جملة جملة رائعة What would you do? ماذا سوف تفعل If you إذا أنت won a million إذا أنت ربحت مليون إيش الإجابة A million A million pound لو ربحت مليون دولار أو مليون جنيه استرليني ماذا سوف تفعل إن شاء الله بنربح كلنا كل واحد مليون أكيد الإجابة باوند excellent Number 6 The last one آخر جملة عندي صباح هاف already بوت بنت اسمها صباح اشترت قبل قليل سان بريدز فروم القدس شرت خبز او شرت اشياء فروم القدس من وين من وين احنا راح نشتري اكيد الاشياء بنعمل شوبينج لها اخر اجابه اللي هي حتطلع اكيد زي ما انتم معايا فكرتوا وتوصلت الاجابه الصحيحه القدس سوبر ماركت من سوبر ماركت القدس You are very nice and intelligent students. وطلاب أذكياء ورائعين في تفاعلكم وإجاباتكم معنا على التمرين الأخير. Okay, so that is everything for this lesson. Thanks very much for watching, and I will see you very soon. Bye bye.